أخبار اليوم. ثم عادت بعد كده في نهاية في النصف الثاني من العقد الأول للألفية الثالثة أفلام الحواوشي، نشوف حاجات مسخرة ونشوف بتاع ونسمع واحد بيتناقش مع رئيس غرفة السينما، شايف على اليوتيوب بيتكلم بصوت وصورة وعمل حاجة كان اسكندراني، معلش مع احترامي الاسكندرانية كلهم انما شيء مؤذي يعني الحقيقة. أنا كان نفسي تهزمه حقيقي بالنشر العادي، الطباعة والتوزيع وخلافه، والمؤلف احنا ما سمعناش برضه المؤلف فين؟ المنتج نفسه. كنت عايزه اسال استاذ احمد، انا اسفه انا هقول حاجه صغننه قوي. الخلاصه في وجهه نظري المتواضعه ان الفن الجيد بيقفل الفن الرديء، وان الحاجات المبتذله بتتوارى لما بيبقى في حاجات كده. بالمناسبه الكلام ده كان موجود زمان طبعا، بس احنا احسن جرامات بس ما كانش الاعلام بقى بس انت وجهه الدنيا نفتح نزيل العوارض والعقبات امام الفن الجيد علشان يكون الفن الجيد.